بس أنا سألتك الأول قبل ما أجيب يحيى يا كامل ووافقتي. أنت أول واحدة أخيرك قبل أبوكي. طب وأنا أعمل لك إيه وقتها؟ وأنا حاسة في صوتك الأمل إنك تعيشوا اللي فات من جديد. يعني أرفض وأكسر قلبك وأبقى أنانية تاني يا ماما؟ معلش يا بنتي، أنا جيت عليكوا كلكوا وغلطت. خلاص يا ماما، ده كان مجرد شعور جوايا وطلعته ليكي بس. روحي يلا لبابا وأنا هنام. سارة خرجت ما لقيتش مراد في الصالة ولا في البيت. لقيته سايب ورقة على التلاجة إنه نازل يشتري طلبات من السوبر ماركت. لقيت نفسها بتلبس وبتنزل ومش عارفة هي رايحة فين. بس كلام كاميليا ألمها جدا ووجع قلبها في بيت زين الجرحي. جليان دخلت على عز لقيته قاعد بيستعد للنوم. صحي عز. تعالي يا حبيبتي أنا صاحي. عامل إيه؟ زي الفل يا قلبي. في إيه؟ مش عارفة، قلبي وجعني قلت أطمن عليك. إيه ده؟ وأنا قلبك؟ دليل مسكت خدوده. طبعا انت قلبي يا عز يا ماما، لو حد شافني كده امتي هتقل والله. هتفضل دلوقتي يا عز مهما تكبر وتشيب ويبقى عندك عيال. تعالي قوليلي بقى، هتقضي فين الفالنتاين مع بابا؟ مين انا؟ فالنتاين ايه عز؟ انا ماليش في الكلام ده يا ماما. علي انا برضو؟ ده بابا كل مرة في عيد الحب بياخدك وتسافروا. وقال ايه؟ بتعملوا فحص طبي في ألمانيا وأمريكا وفرنسا ولبنان. يا ابني احنا كبرنا، احنا بنعمل كده فعلا. انت عارف يعني ان بابا بيحب يهتم بصحته. قوليلي بس هتروحوا فين؟ مش عارفة الصراحة، بابا عاملي المرة دي مفاجأة. قشطة يا ماما، انا مش بنقع على فكرة، بس انت مقضياها. زين ربنا يخليهولي يا عز. كله يا ابني بيهون لو الراجل ومراته حبوا بعض، كل المشاكل بتهون. ربنا يرزقك بالحب الحلال يا رب يا امي. ليليان قامت وسابته، وهو جاي نام افتكر الشوكولاتة اللي اديتها له كارما. قام جابها واكلها، وهو بياكلها كان بيبتسم وافتكرها من اول لحظة شافها لغاية اخر مرة سابها فيها. ظهرت صورته المنعكسة في المراية قدامه. ايه الهبل ده؟ انا بضحك على ايه اصلا؟ في جناح زين. زين كان بيقرأ في كتاب كعدته. هنقضي الفالنتاين فين بقى؟ فالنتاين؟ يعني زي ما شباب اليومين دول يعني بيقولوا عليه. زين قفل الباب وقرب منها. لا يا ليلي، أنا بحتفل معاكي لأن اليوم ده أنا شفتك فيه، فده عيد حبي أنا. طب برضو يعني هنحتفل فين؟ ودي تيجي؟ دي مفاجأة. أيوة بقى يا زيني، أحب المفاجآت دي. زين شدها عليه. ما تيجي كده أشوفك كبرتي ولا لأ؟ ليليان كانت لسه هترد، التليفون رن. دي الحراسة اللي تحت. ألو؟ باشا، سارة هانم طالعة دلوقتي ليكم. سارة؟ طب اقفل انت. مالها سارة يا زين؟ مش عارف، الحراسة بتقول انها طالعة دلوقتي لينا. ليليان اتخضت جدا وجريت على الباب. يا حبيبتي يا سارة، اكيد في حاجة، انا قلبي كان وجعني. قلبك ده بيسيع كل الحبايب وبيحب كل الناس وبيقلق على كل الناس وبيتوجع على كل الناس. في بيت مراد الألفي. مراد دخل ودور على سارة في البيت كله، ملقاهاش، واكتشف انها غيرت هدومها ومشيت، وتليفونها مش موجود ولا حتى متعلقاتها الشخصية. راح لكاميليا وفتح الباب، لقاها قاعدة بتعيط في صمت. كاميليا، مامتك فين؟ تلاقيها في اوضتك يا بابا. لا هي نزلت، ما قالتلكيش رايحة فين؟ مشيت. يبقى زعلت مني. انا زعلتها، انا لازم البس وانزل اشوفها فين. لا خليك انتي وانا هنزل. لا حضرتك، انا زعلتها ولازم اصالحها واعتذر لها. بقولك افضلي هنا واسمعي الكلام. مراد سابها وهي اتخضت لما مراد زعق لها واتكلم بعصبية. قعدت مكانها واللحظة حست باليتم. مسكت تليفونها واتصلت على ادهم. الو، في ايه يا كاميليا؟ محتاجك قوي يا ادهم. في منزل زين. يا حبيبتي اهدي. طيب اهدي يا سارة، خلينا نعرف في ايه. مفيش، بس انا ماليش غيركم اجي عنده. ده بيتك يا سارة وتيجي في اي وقت. في اوضة مراد وميرا. مراد اصحى. طنط سارة برا، ومن شوية سمعت صوت انكل مراد جه وباين عليه متعصب بجد. طب واحنا مالنا بقى؟ ايه البرود ده يا مراد؟ قوم تعالى نشوف في ايه، يمكن اتخانق وتعالى نهدي الموضوع. معاهم بابا وده سيد العاقلين. نام يا قلبي، مش جاي لي نوم. مراد قام وقعد جنبها وغمس لها. لا ميرا هانم مش عارفة تنام، نقوم ونصحى ونقعد معاها ونسليها كمان. بجد يا مراد؟ وانا مقصر قوي كده؟ لا يا مراد، بس اهتمامك كله لعيالك، وتيجي بالليل وتنام على طول.
مراد بس ايديها. ما قصدتش كده والله، بس من يوم مشكلة آدم وأنا بقيت أحس بالذنب من ناحيته، وبحاول ألعب معاهم كلهم وبوزع اهتمامي عليهم عشان ما يحسوش بتفرقة. بس أهملتني يا مراد. أنا آسف يا قلب مراد. في عربية مراد سارة ما بطلتش عياط، وهو ملتزم الصمت وسايق العربية بهدوء. مراد أنا اسكتي دلوقتي يا سارة ولينا بيت نتكلم فيه. سارة سكتت وعرفت إن الليلة دي مش هتعدي على خير. في منزل زين وخصوصا أوضة عز. عز كان نايم، تليفون رن وقام من نومه رد. ألو، احنا اسفين يا دكتور، بس احنا محتاجين نوصل بسرعة لدكتورة كارما. ليه، في ايه؟ في اهل طفل كانت كشفت عليه الصبح وعاوزينها هي بالاسم، ورافضين اي دكتور تاني يكشف عليه. طب عندك رقم تليفونها في السي في اتصلي عليها. اتصلنا كتير يا دكتور ما ردتش. طب اقفل انت وانا هتصرف. عز قفل وكان متضايق. يا ترى حبيبتي ايه يا كارما؟ في بيت زين الجرحي، عز قام وغير هدومه واتفاجئ بزين وليان قاعدين. ايه ده، في ايه؟ ايه اللي مصحيكم متاخر كده؟ مفيش، طنط ساره ومراد كانوا هنا. في حاجه طيب ولا ايه؟ قال له زين. ما نعرفش، هم جم ومشيوا. المهم انت رايح فين؟ رايح المستشفى. في الوقت ده يا عز؟ انا دكتور يا ماما وعادي اروح في اي وقت. روح وخد الحراسه معاك يا عز. حاضر. عايز جه يمشي وقف مره واحده. بابا انت كنت قلتلي ان ابو كارما انت عارفه. في حاجه عاوزينها في المستشفى ضروري ومش عارفين يوصلوا ليها. انا اخدت عنوانها من السي في، بس محرج قوي يعني اروح على بيتهم واصحيهم في الوقت ده. زين طلع تليفونه واتصل على شاهين، ومع مرور ثواني جاله رد شاهين. الو، اعذرني اتصلت عليك في وقت زي ده. لا طبعا يا زين باشا، انت تتصل في اي وقت. متشكر، بس عز ابني دلوقتي بلغني انهم في المستشفى محتاجين كارما ضروري، واتصلوا كتير وما ردتش عليهم. ايوه، تلاقي تليفونها صامت. هي فيها العيب ده، تليفونها طول اليوم صامت. هصحيها واجيبها واجي. لا خليك انت، عز هيعدي عليك وياخدها دلوقتي. شكرا لذوقك يا زين باشا، انا هاخدها وارجعها تاني. قول له انا هاخدها لان احتمال تبات في المستشفى، مش عارفين حاله المريض ايه عشان ما يجيش على الفاضي. خلاص يا شاهين، عز هيجي ياخدها هو كمان رايح المستشفى. وبعدين ما تخافش، ده ابني وتربيتي. ماشي يا زين باشا، هخليها تجهز. زين قفل معاه وبلغ عز انه يروح ياخدها. بعد ما مشي ليليان قربت منه وسالته، هي مين كارما يا زين؟ دكتوره في المستشفى. حلوه، اخاف اقول لك امرت امسي. ليليان اتجاهلت مشاكسته عشان توصل لمرادها. طب مؤدبه كده، بنت شاهين وهو راجل محترم، والبنت محجبة وشبه ليام بنتك في توترها، ما بتعرفش تتصرف وبتعيط على طول. طب وعز بيعملها ازاي؟ مش عارف يعني، بيعملها عادي دكتور ودكتورة. هو انت الواحد ما يعرفش ياخد منك كلمتين؟ احنا مالنا بالناس، خلينا بقى في حالنا، هنقضي عيد حبنا فين؟ اخاف اقولك نأجله شوية عشان نطمن على سارة ومراد تزعل مني. اصل يا زين جات ومشيت من غير ما اعرف مالها. زين بص لها بضيق. لا وقولي لجواكي كمان تطمني على عز ابنك مع الدكتورة كارما. ايه ده، انت ايه اللي عرفك؟ من كتر حبي فيكي خلاص عرفت بتفكري في ايه وازاي. ليليان اوعي تفتحي موضوع كارما ده مع عز، انا نبهت عليكي اهو. انا؟ هو انا عيلة يا زين؟ اخص عليك، ده انا مخي كبير. في بيت مراد الالفي، مراد وسارة دخلوا الشقة ولقوا كاميليا في انتظارهم. كاميليا شافت الدموع اللي مغرقة وش امها وحست بالذنب. ماما انا اسفة والله ما كنت اقصد، انا بس. ادخلي على اوضتك، مش عاوز كلام كتير. ابقي فكري في الكلام الاول قبل ما تقوليه لمامتك. انا مش عارف اصلا انت قلت لها ايه، بس واضح تاثير كلامك عليها وعلى رد فعلها. مراد شد ساره ورا وكاميليا وطت وشها في الارض. ساره لاحظت حزنها ونظره الحزن اللي في عينيها، غمضت عينيها بألم. هي فعلا السبب في علاقه كاميليا بابوها، وبدل ما تعوضها جابت اخ ليها ياخد الحب والاهتمام. كاميليا لأول مرة تحس بقسوة مراد، مش بسبب كلامه بس بسبب نبرة صوته. حست بكرهه ليها، حست إنه كان بيتمنى ظهور سارة بس، لكن هي لو كانت ماتت فعادي. دخلت أوضتها واتصلت على أدهم. يا حبيبتي عملت إيه؟ كلمني بقسوة وهي ما ردتش عليا. أنا حاسة إني عالق عليهم، بيكرهني يا أدهم بس بيحملني كويس شفقة يعني. أنا حاسة إني يتيمة الأب، ودلوقتي بقيت يتيمة الأب والأم. قلبي وجعني قوي. إنتي مش يتيمة، أنا موجودة أهو، أنا كل حياتك بلاها أبوكي وأمك كمان. أنا قلتلك ما تعبريش حد مش مهتم بيكي.
مين يستاهل وجع قلبك ولا كسرته؟ واللي مش عاوزك في 60 داهية. كاميليا انا بقولك اهو، بكرة الصبح من نجمة تصحي الولاد وهبعتلك السواق وتروح البيت، واي حد يسألك قولي ادهم اللي قالي كده، بيتك وولادك وانا اولى بيكي، ما تعيطيش خالص، فاهمة ولا لا؟ فاهمة. عز وصل تحت بيت كارما، لقاها نازله مع شاهين نزل من العربيه. انت عز ابن زنباشا؟ اه. ازيك يا ابني، اهلا وسهلا. والله لولا استعجالك كنت قلت لك اطلع اشرب حاجه. تتعود باذن الله، بس حاله المريض مستعجله وعاوزين دكتوره كارما ضروري. طيب اتفضلوا روحوا وتوصلوا بالسلامه. كارما ركبت العربيه وساكته ما بتتكلمش، التوتر زايد عندها. يا ترى ليه عاوزينها؟ ومين ده اللي كشفت عليه الصبح واهله طالبينها بالاسم؟ دكتور عزة، هو مين اللي عاوزني؟ عز وقف العربية ومرة واحدة، بس والله يا كارما لو شخصتي غلط والولد طلع تعبان لرفدك مع توصية كده ما تشتغليش في أي مستشفى تاني. أوكي حضرتك، لو طلع تشخيصي غلط أعمل كده، ولو طلع صح أوعدك إن عمري ما اشتغل في المستشفى بتاعتك تاني. بعدت وشها عنه وسكتت، وعز اللحظات اتضايق من نفسه اللي هجومه عليها.